من أيام قليلة أطلع أمير الطرب العربي صابر الرباعي كليب أغنيته الجديدة المعطف، واللي كان قام بتصويره ببيروت تحت إدارة المخرج وليد نصيف. لما استعارت معطفي فورا تغير موقفي، يا برد أينك من دمي، أنا شعلة لا تنطفي. لما استعارت معطفي فورا تغير موقفي، يا برد أينك من دمي، أنا شعلة لا تنطفي. نور بيروت. شكرا. استقني لك حبيبي. أهلا وسهلا. تغيرت عليك بيروت؟ هي وحزينة هيك وفيها شوية. تخلينيش نتكلم أكثر يعني. أنا لا يعني أنا محسوب على اللبنانية، فيك تقول بدك. خليني اللي في القلب في القلب يعني. ما كنتش نتمنى أنه نشوف يوم من الأيام لبنان في هذه الحالة الصعبة مع الكورونا ومع الظروف الاقتصادية والاجتماعية. طبعا يعني شيء محزن، ولكن نعرف أن اللبنانيين يحبوا الحياة وبشي يتخطاوا الفترة هذه الصعبة إن شاء الله. بكل بتعتبروا بلدك الثاني يعني، من ناحية الانطلاقة، من ناحية الفترة اللي سكنت فيه، من ناحية شغلك فيه، عندي إدارة أعمالك فيه. عندي يعني تواريخ مهمة في حياتي يعني، في ونجاحات وتصوير وفيديو كليبس وبرامج وكل تعملت من هون يعني. هذه المولى بكفي. أكيد هذا يعني عشرة عمر. ف يعني اليوم وقت نشوف النشاط وما رغم الظروف ورغم والناس تحب الحياة وتحب هذا، يخليه على الأقل يعطينا شوية أمل في المستقبل. بعيدا عن هالأمر وبالعودة للعمل الفني اللي كان صوره صابر بلبنان، وهو عبارة عن كليبين، الأول بعنوان المعطف والثاني بعنوان جريدة الرجل الثاني، والأغنيتين بيحملوا توقيع الموسيقار السعودي الدكتور طلال. طبعا احنا اليوم بيروت عم تصور كليبين جدد من ألحان الموسيقار طلال. حطني شوي بالأجواء. وما قصائد بالعربية الفصحى، قصيدة لنزار القباني وقصيدة لكريم العراقي، ألحان موسيقار طلال وتوزيع ميشيل فاضل. يعني أغاني تخليك على الأقل محافظ على نوعية معينة من الأغاني اللي الناس ممكن تشتاق أنه يوما ما تسمعها وتبقى دائما في السجل متاعك الفني. فنعتبرها يعني تجارب دائما تكون مفيدة على الأقل لنا إحنا، لي أنا كفنان، أنه نغني الأغاني هذه والنوعية هذه من الأغاني اللي موجودة دائما، تبقى موجودة دائما في الفونوتيك متاعي. طبعا أكيد على كل حال بين صوتك وبين ألحان طلال صار في نوع من التوأمة يعني، على طول عم نشوف أعمال مشتركة، بنحسك بتحب تغني. أكيد شوف أكيد الحمد لله دائما يعني إن شاء الله تبقى دائما هالتواصل هذا والفني والموسيقي الجميل والاختيار الصح للكلمة على الأقل. دي خلينا نتأمل أنه دائما الأغنية معنى الهاتفة والأغنية اللي عندها معنى وأغنية الدسمة موجودة في حياتنا، موجودة في زمننا الصعب والزمن الأغنية الخفيفة والأغنية القصيرة والأغنية الشعبية والأغنية الرومانسية والدراما، لا كلها مجموعة في نوعية من الأغاني اللي هي مستواها عالي. أكيد ما عبالك تغامر شوي أنت وطلال بالأغنية الخليجية وتروحوا شوي لمحلات؟ أنا طبعا أنا بالعكس، أنا دايما أحرص أنه نكون لما لا نغني الأغنية الخليجية الصرفة، ولو أنه عندي تجاوب في الأغنية الخليجية، لكن أتمنى أن نسمعها من عنده ويوم الأيام اقترح علي أغنية خليجية ولا اثنين، واحد يدخل للغمار الأغنية الخليجية يعني بدرجة عالية من الحنكة والحرفية. أكيد ما لون عينيك إني لست أذكر، كأني قبل لم أعرفهما أبدا، جريدة الرجل الثاني ومعطفه وتبغه لم يزل في
الصحن متقلا. نحن اشتقنا هيك لهيدا العمل المفرقع مثل ما بيقولوا. كنا عم نحكي كنت عم بحكي انا مروان خوري من كم يوم قال لي كتير عبالي اني ارجع اسمع صابر عم بيغني لي بس ما عم بقدر اعمل شيء احلى من عز الحبايب. نتمنى انا دائما انا لما شفته مروان قلت له احنا لازم نجدد العهد مع النجاحات ونجدد العهد مع الاغاني الحلوه. صحيح الزمن غير الزمن لكن انت يعني قد وقدود يعني كان في بهذاك الزمن سحر اكثر بيخلي الاغاني تكون هالقد مؤثره اكثر ولا شو مش عارف شو الاكاديمي وموسيقى عارف اكيد لكن شوف التنوع في الاغاني هو اللي يخلي التشتيت موجود في التفكير وفي الاختيار الكلمة واختيار اللحن هذا اللي يخلي الواحد شوي مشتت. لكن اللي نعرفه مروان موسيقي كبير يعني بالنهاية وملحن شاطر جدا وكلماته توصل للمستمع ويحبوه ويحبوه من خلال ويحبوه من خلال كلماته وكذلك يعني مش ألحانه فقط. فنتمنى أنه يرجع يتجدد العهد ويرجع لسالف نشاطه ويقدم لنا لحن ولا اثنين يكون على يعني مش ينسينا في عز الحبايب ولا نادم ولا غني لكن يعطينا امتداد للنجاحات هذه. وين اللي كان عز الحبايب راح وخان شك بأنه السوق العربي رايح لمحل تاني بالموسيقى اللي عم تتقدم. انت كنت من اوائل النجوم الكبار اللي شجعوا اللون الجديد بس غنيت قالوا لعبت زهر للفنان المصري الاغنية الشعبية. اليوم كيف شايف الاغاني الشعبية اللي عم تتقدم؟ بتحس حالك معقول تطلب يوم ما غنية من هالستايل؟ موجودة لكن اغنية شعبية اللي هي تشبه لي يعني منحبش اغنية شعبية اللي هي اتعلط عليها انه نغني فقط لانه اغنية شعبية. لا لازم تشبه لي انا تشبه الخط على الاقل اللي انا ماشي فيه. لكن الاغنية الشعبية موجودة من زمان من قبل يعني من في مصر في تونس في كل بلد يعني الاغنية الشعبية لكن بالطريقة هذه جديدة والصوت الجديد والهنك الجديد والكواليتي بتاع التسجيل هي اللي خلتها ممكن تاخذ يعني كأنه لون آخر ولكن هو موجود يعني من قبل يعني. المخرج وليد نصيف اللي عم بيكرر تعاونه مع صابر مرة جديدة حدثنا عنها الكليبات وعن كواليسهم. مع صابر بالنسبة لي لذة الشغل غير صراحة وهذا بعتقد الشغلة الأساسية اللي خلتنا إذا بدك نعمل هالقد شغل مع بعض لأنه حتى الكيمستري كتير مهم بين الدايركتور وبين الفنان خصوصا فنان اذا بدك تقدر تفكر انت وياه تقدر تشوف فيجن حلوه بكل التفاصيل وكل الامور هذا الشغله بالنسبه لي روعه وبعتقد هذه التجربه او الحاله قليله بالوطن العربي بين فنان ومخرج وككرييتيف بنشتغل مع بعض تقريبا قطعنا تقريبا 22 هلا كيف نقدمه هالمره وين رايحين شو هالمره بالنسبه لي الاغنيتين اللي عم يشتغلوا هون هن نساء قباني أول أغنية هي جريدة الرجل الثاني وثاني أغنية هي المعطف رايحين لمطرح بالنسبة لي كتير 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 حلو تركيبة بالكلاسيك اللي عم يشتغله بس تركيبة كتير جديدة بكل تفاصيل بكل زبادك الانجريدينتس الخلطة مثل ما بقوله أول شيء صابر الكونتكست الموجود كل جديد ومضمون ستايل إحساس فكرة تريتمنت فيجوال زبادك سيتينج سو كل الأمور بالنسبة لي أوريجينال وجديد وبرجع بقول لك على أغنية كلاسيك من هذا النوع من الذوق الرفيع مثل ما بقوله. ماذا أصابك هل وجهي مفاجأة وهل توهمت أني لن أعود غدا ماذا أصابك هل وجهي مفاجأة
بعيدا عن الكليب، سألنا صابر عن بنته الجديدة شابة واللي أصبح عمرها اليوم حوالي 9 أشهر. شو أخبار شابة؟ مليحة تمام. فرجينا شطورة. لا لا مش موجودة. مش موجودة ما بدك تفرجي. خليها ما زالت سخطورة، ما زالت صغيرة. كيف استقبلوها جود وأمير تحديدا؟ لا لا يعني لا بالعكس حبوها وكانوا منتظرين يعني صراحة، يعني هذا اللي اكتشفته. ويحاولوا انه اكيد يعني فهم في شوية غيرة، في شوية يعني سؤال ليش مهتمين بها اكثر، فهذا نحاول انه نكون عادلين على الاقل. بس هل تترك المرحلة كلها على اخلاص بتونس وجاي تصور كليبات ببيروت، معضينا فيديو كولز ولا كيف؟ أنا بالضرورة احنا عندنا شغل كذلك يعني، هم عندهم طبعا الحياة الطبيعية الحياة اللي هي هم معنا موجودين حاليا في جربة مبسوطين في البحر، احنا اللي احنا المعذبين، احنا اللي معذبين ونشتغل ليل نهار ومعنا يعني النوم ما نعرفوش الا الساعة 4 و 5 الصبح يعني. هم بتتصل كل شوي فيديو كول. اكيد اكيد ما في شك. بتتصل هلا بتكون طمون. خلينا مش ما عنديش تليفون ولا مش معي. يعني كورونا حامل كتير أجواء سلبية للعالم، أنت عجبت لك شيء بوزيتيف خلال كورونا يعني قدرت تكون يكون عندك هيك روح إيجابية بهذا؟ على الأقل احنا شوف الكورونا شو أنت مش تخلينا نكتئب، لا ولو أنه وصلنا المرحلة صعبة يعني في حياتنا وفي عاداتنا وفي حياتنا اللي متعودين نعيشها وخروجنا وزياراتنا يعني، لكن الحمد لله انه التكنولوجيا خففت علينا على الاقل شويه الصعوبه هذه، وشفنا اهالينا وشفنا انا اشوف امي بالفيديو كول وكذا، لكن اكيد لازم الحياه تستمر ونحاول انه نتاقلم مع هذا الوضع. صابر نجح ببناء عائلة نموذجية مترابطة على أمل تكون السعادة شريكة وفية لإله ولزوجته إخلاص، وتكون السنة الجديدة حملت لهم كل الخير الصحة والاستقرار. نتمنى لكم ساعة صحة جيدة أهم شيء، ونتمنى دائما نشوفوا أخباري من خلال أغاني وذي من خلال برامجك طبعا فراس، والاهتمام بتاعك الدائم بالفنانين وحرصك أنك تقدمهم أحسن صورة وتعطي كل أخبارهم بحرفية كبيرة. العمران شعشع في السراج وصيح حالي.